بتجيلك لحظات بتسرح وبتحس فيها إن لو كان الحب ده انكشف بينك وبين والدك وهو عايش وموجود كان هيغير في شخصيتك حاجات أو هيوفر عليك مشاوير؟ ما هو بصي سلاح ذو حدين، يعني ممكن كان يخليكي في أوقات عندك صراعات نفسية وآلام ووجع وبتاع في حياتك كانت مش هتبقى موجودة، وفي المقابل يمكن ما كنتش بقيت عندك العمق عندي حجم الموهبة دي. حب المراهقة خلاك كفرت بالحب؟ بصي هو كان في حاجة كده شوية، لأن أنا في وقت في حب، أنت عرفتي من الحكاية؟ لا والله لا والله لا، عرفت بالطرق الرسمية الشرعية للشغل بالظبط. لا ما أنا قصدي الطرق الشرعية. أيوة مش قصدي. أيوة. أنا في وقت كده يعني كان في حب مراهقة معين كده لبنت، خلاص هي كانت بتحب واحد تاني صاحبي، وهو ايه ارتبطوا ببعض في سن بقى ثانوي ده وبتاع، وانا كنت بحبها جدا وصديقها الصدوق، وكشفت نوايا كده في نص المشوار ان الراجل ده يعني ايه، لا هو هيخلع يعني، هو لا يعني بيلعب يعني. كنا عيال صغيره بقى وبتاع، هي عملت حاجه في منطقه قذاره يعني، اجان ما اقدرش اغفل لنفسي ان انا عملتها. لما حسيت بوقعه معينه كده رحت فتنتلها، رحت قلت لها خدي بالك ان فلان هيعمل كذا، انا خوفا عليها من انها تتوجع ولاني بحبها يمكن بقى تفضلي. فاول حاجه عملتها راحت قالت له تامر قال لي كده، فبقيت انا بلاك ليستد عندهم هم اتنين، وهم كملوا حدوته الحب. طبقا لعرف الرجاله اللي عملته حركه مش لطيفه جداً. لكن طبقا للصح والغلط والاخلاقيات انت حذرت حد بتحبه بالظبط. بس هي ما هي هي ما فيش صح وغلط يعني، يعني يخش كده ينفع وكده ينفع، فالاثنين يعني يعني بس لو رجع لا هبقى، لان ده كان رومانسي زياده عن اللازم. يعني لو رجعت كنت بقيت انضج يعني، لا ما كنتش اتصرف بالطريقه دي.